بالنسبه لمصطفى الزناري خلال الفتره الاخيره وقع لفيوتشر، وقع للزمالك، وقع للاهلي، هو مرتبط بعقد مع طلائع الجيش. انا عاوز اقول لك شيء، اثنين لاعبين بغض النظر عن مهند كان يستحق لهم الانتقال الحر، هم محمد بسام وعلي الفيل. تمام. وبسام طبعا بدته التعاقد دار حواليه جدل كبير جدا، وانا يمكن لما اتكلمت كتير جدا احنا محافظين مطالبين بالمحافظة على القوام الرئيسي، اعتقد ان الادارة استجابت بشكل كبير. بسام يمثل مش لاعب فقط غير، هو كابتن الفريق، احد يعني اللاعبين التربوا داخل نادي طلائع الجيش، فكانت الاستجابة سريعة وتم التجديد بشكل كويس غليق باسم المكان وباسم بسام بشكل كبير. علي الفيل يعني ما زلنا حتى الان بنحاول في مفاوضات معاه، لان شايف انا في مفاوضات كتيرة جدا علي، وعلي برضو من القوام الرئيسي بتاعنا، محتاجين ان احنا برضو نحافظ عليه بشكل كويس جدا لانه لعيبة مؤثرة جدا جدا خاصة في خط الظهر. بقيه اللاعبين بخلاف الثلاثه دول مهند وبسام وعلي الفيل كلهم بيرتبطوا بعقود ممدوده على اقل سنتين داخل قلعه طلائع الجيش، فاي خروج هيبقى من خلال طلائع الجيش، وبحيث انا موجود وبحيث ان انا قلت لمجلس الاداره مفيش حد هيتحرك، فمفيش حد هيتحرك من يعني كده مصطفى الزناري وعمرو السيسي مش هيمشوا من نادي طلائع الجيش، مفيش حد هيتحرك من فريق طلائع الجيش، لان احنا اصبح لنا هدف احنا محتاجين نحافظ عليه بشكل كويس. انا مش ممكن هدعم المنافسين بتاعي اللعيبه بتاعتي وانا هجيب لعيبه اقل، انا محتاج ان انا احافظ على اللعيبه اللي تعبت معاهم. الزناري ده لعيب صغير برومسك واعد في المكان ده، وانا شايف ان هو هيكون من احسن السنترابات في مصر. عايزين نعرف بقى مميزاته مصطفى الزناري ايه اللي بتتكلم عليه. عايزين نعرف الكابتن طارق العاشر نفسه المدير الفني الحالي طارق العاشر لعيب اولا بيمتلك اللي مفتقده كل دفاعات مصر، سرعه، الارتقاء الجيد، بيلعب دماغه كويس، كورته كويسه من تحت، في الرقابه كويسه، في الافتكاك الكوره او الاستخلاص الكوره بشكل كويس جدا. فاللعيب لسه بقى له سنتين في الدوري المصري، لما يكتسب الخبرات اعتقد هيبقى لعيب مميز جدا جدا. انا شايف ان الزناري لو مع نوع من الصبر والتقل وان شاء الله يبقى الخطوه اللي جايه منتخب مصر، اعتقد انه ممكن يخرج بره. طيب بالنسبه لعمرو السيسي، عمرو برضو من العناصر الاساسيه اللي تطور اسلوبها بشكل كويس جدا جدا مع الفرقه، وليه باع كبير جدا بقاله حوالي 3 سنين مع الفرقه، اعتقد ان هو بيقدم احد النسخ الجيده جدا مع فريق طلائع الجيش، برضو من الناس اللي احنا بنحافظ عليها بشكل كويس جدا، برضو ليه عقد ممتد لسنتين جايين. عايز اقول لك ان كل اللاعبين بتاعتنا مفيش شك نظرا للطفره اللي حصلت في الفريق اصبحوا مطمع لكل الفرق، دي حقيقه. فانت مش ممكن، انت لو بتخطط البلان لقدام للمكان وحاطط هدف وحاطط تارجت، مش ممكن هتتخلى على كل الناس دي، لان انت انا مش ممكن كمدير فني، وخاصه ان الدوري اللي جاي الوقت قصير جدا في بدايته، فانت محتاج تحافظ على القوام الرئيسي، مش محتاج هتبدا من ناس جديده، لا انت محتاج خلاص انا قدمت القوام الرئيسي بتاعي اللي انا عاوز احافظ عليه، وكمان اختراعاتي بمين هو قادم، يعني اللاعبين اللي هم يستطيعوا ويكونوا في نفس المستوى او على الاقل يكونوا افضل ان هم يجوا لطلائع الجيش عشان نحقق الهدف الاعلى هو المنافسه على المراكز على المربع الذهبي. فانت عشان تحافظ على الكلام ده او تخش في المكان ده لابد ان يكون عندك لاعبين جيدين فنيا تكتيكيا تركيز، وبعدين انت كمان تعدل لهم عقودهم بشكل كويس، تديهم مكافئات بشكل كويس كلائحه ماليه محفزه عشان نقدر نحقق للمكان تارجت يستحقه. انا نفسي انقل طلائع الجيش لفريق منافس.